في عندنا بعض الاجهزه ساعات بنقول عليها الوايرلس اونلي ديفايسز، والوايرلس اونلي ديفايسز ديت هي عباره عن اجهزه الشركات او المصانع اللي هي بتصنع النوع دوت من الديفايسز بتضطر ان هي تحذف بعض الانترفيسز من الديفايسز بتاعتها، زي مثلا بعض اجهزه اللابتوب، فبتشيل بعض الانترفيسز او البورتات اللي بتبقى موجوده في اللابتوب عشان خاطر تضغط الحجم بتاع اللابتوب، وبيبقى موجود اللي هو الانترفيس بتاع الوايرلس بس، يعني مفيش انترفيس اللي هو الخاص بالايثرنت. عشان كده انت ممكن تشوف بعض اجهزه اللابتوب الحديثه، بعضها مش كلها بيبقى ما فيهاش بورت ايثرنت، لكن بيبقى فيه البورت اللي هو الخاص بالوايرلس. وزي ما قلنا بنقول على النوع دوت من الديفايسز وايرلس اونلي ديفايسز. والكونكشن يعني لو اليوزر اللي هو بيستخدم النوع دوت من الديفايسز لو عايز ان هو يتصل بالنتورك او بالشبكه، فبيبقى من خلال الوايرلس بس. لبعض الاسباب او يعني ممكن اليوزر يبقى عايز ان هو يقدر يعمل كونكت او ان هو يتوصل بالشبكه من خلال كابل او اللي هو النتورك اللي هي بتبقى بتشتغل من خلال الكيبل او اللي هو الواير اللي هي الكابلات، ودوت ممكن يبقى يعني ايا كان السبب، ممكن يبقى السبب ان اليوزر عايز ان هو يعمل كونكت من خلال وايرد او شبكه متصله بكابل، ان النتورك او اللي هي الشبكات اللي بتبقى متوصله من خلال الكيبل بتبقى ستيبل اكتر، يعني النتورك مش بتفصل وما فيهاش المشاكل اللي بتبقى موجوده في النتورك او اللي هي الشبكات الوايرلس. كمان ممكن اليوزر يبقى عايز يستخدم اللي هو الشبكات اللي هي الوايرد او اللي هي من خلال الكيبلز او اللي هي الكابلات عشان خاطر النتورك اللي هي بتبقى متوصله عن طريق الكيبل بتبقى اسرع من النتورك اللي هي الوايرلس. ايا كان السبب اللي احنا عايزينه عشان خاطر ان احنا نوصل من خلال الكيبل او من خلال الكابل، ففي الحاله بتاعه الديفايسز اللي هي بتشتغل وايرلس بس ما بيبقاش عندنا انترفيس فيزيكال نقدر نوصل عليه الايثرنت او اللي هي الكابلات الايثرنت بتاعتنا، فعشان كده بنستخدم حاجه بنسميها اليو اس بي تو ايثرنت كونفرتر او ادابتر. وشكل اليو اس بي تو ايثرنت كونفرتر زي الشكل اللي قدامنا دوت. لو تخيلنا ان احنا عندنا ده الديفايس بتاعنا اللي هو اللابتوب اللي هو وايرلس بس، فبيبقى الديفايس دوت بيبقى فيه بورت يو اس بي، هوصل اللي هو الكونكتور يو اس بي دوت هنا على البورت اليو اس بي بتاعي، والكونفرتر نفسه بيخرج لي هنا بورت اللي هو الايثرنت او اللي هو ساعات بنقول عليه الار جي 45 او اللي هو الار جي 45، فبجيب الكيبل او الكابل بتاعي اللي هو كابل النتورك وبوصله على الكونفرتر بتاعي، والناحيه الثانيه طبعا اللي هو اليو اس بي واصل على البورت اليو اس بي. فانا كده قدرت ان انا الديفايس بتاعي اللي هو زي ده مثلا ما فيهوش فيزيكال ايثرنت انترفيس او بورت، على الرغم من كده قدرت ان انا من خلال اللي هو الكونفرتر دوت او الادابتر ده اوصل على شبكه وايرد او شبكه شغاله بكيبلز او كابلات. الكابل بتاعي بيوصل هنا على البورت اللي هو الايثرنت او اللي هو الار جي 45. ده هنا برضو في الاكزامبل دوت او في الصوره اللي قدامنا ديت دوت جزء من لابتوب، ودوت اللي هو الكونفرتر بتاعي، الطرف دوت اللي هو اليو اس بي، اليو اس بي دوت كونكتور اليو اس بي دوت واصل على البورت اليو اس بي الموجود عندي في اللابتوب، والناحيه الثانيه اللي هو الانترفيس او اللي هو الايثرنت اللي هو الار جي 45، وده الكابل بتاعي كابل النتورك واصل على الكونفرتر او الادابتر بتاعي. برضو هنا دوت شكل اللي هو الكونفرتر اللي هو اليو اس بي اللي هو الناحيه دي اليو اس بي، والناحيه الثانيه اللي هي الار جي 45 او اللي هي الايثرنت.
ده كونكتور اللي عاملاه شركة أبل، وبنستخدم الكونفرتر دوت مع بعض الديفايسز اللي بتعملها شركة أبل اللي ساعات بنقول عليها الماك بوك إير. برضو كمان ممكن نلاقي الكونفرتر بتاعنا أو اللي هو الأدابتر اللي هو اليو اس بي تو إيثرنت كونفرتر، ممكن نلاقيه بالشكل اللي قدامنا دوت، ما بيبقاش فيه اللي هو السلك الصغير اللي احنا كنا شايفينه في الصورة اللي فاتت. الناحية ديت اللي هي اليو اس بي، والناحية التانية ديت اللي هي بتاعت الايثرنت. الناحية دي بتوصل على البورت اليو اس بي الموجود في اللابتوب بتاعنا او الديفايس بتاعنا، والناحية التانية ديت بتوصل على الكيبل او الكابل اللي هو الايثرنت او اللي هو الار جي 45 او اللي هو الار جي 45.